صلي على محمد يا ربي صلي.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه تعالى مجده عظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدامه القسمة. صلى الله عليه تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوم. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت في وجودها كناف الوجود، وطرزت برد العوالم بدراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تجلى الحق في علم القدس الواسع، تجلي عقد بنت شريف فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. الحمد الذي لا تنسرف رضو بدعد، ولا يمل تكراره بكثرة دردا. حيث برز من علم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه.
قلب منيب إلا من صواب فضل الله على هذا الحبيب. يا قلب سروره قد طوال بحبيب أمرنا من ولا جلب شرف الوجود بنور غمر الكون سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ويجز عن وصفه اللسان ويحار في طعن كل معاني الجلال صلى الله عليه الشرف في علم الوطن والدهور ما بلى الوجود المحق ينور قد برك الله بإله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فازت هذه البشارات وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط وحبي ما عطر الأكوان.
الذكر والأنام ومنذ علقت في هذه الطرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج جواهر كنوز الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادتها وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير بعد التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. فحين قرب وار وضعي هذا الحبيب على يد السماوات والأرض روى فيهن بترحيب وأمطار الوجود الإلهي على ذي الوجود تثيج وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش. ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وأنبت الحق حكمه على من تم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يهدر